السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. ربنا يعود علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات ان شاء الله. احنا نعمل مع بعض فيديوهات كتير لرمضان، منها وصفات كتير للطبخ وكمان حلويات. اتمنى بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اي فيديو جديد بنزله. واحنا هنعمل مع بعض فاهيتة الدجاج زي ما انتم شايفين كده، هنعملها بطريقة بسيطة وسهلة وتغيير في فطار رمضان ان شاء الله. الطريقة هتعجبكم، لسه الفيديو هينزل على القناة. اتمنى ما تنسوش الاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد، وكل سنة وانتم طيبين والسلام عليكم.